لكرة نائب رئيس النادي المصري. مساء الفل يا استاذ محمد. مساء الفل يا استاذ احمد، تحياتي ليك وتحياتي للساده المشاهدين. حبيبي وحشني جدا حبيبي، ومبروك ما شاء الله السنه دي النادي المصري، هو ده النادي المصري اللي احنا عارفينه، نتائج محترمه، هدوء، ثبات، استقرار، حاله من الرضا في مجلس الاداره، في الجماهير، في الجانب الفني. نتمنى لكم المزيد بامر الله. والله كابتن الحمد لله يا كابتن احمد، يمكن الحمد لله البدايه كويسه، ومع العلم ان احنا يعني احنا طالبين من لاعبتنا ومن الجهاز الفني المزيد طبعا المرحله اللي جايه. انت عارف الدوري صعب جدا السنه دي، وكل صعب جدا يا كابتن احمد. كل الانديه وكل الفرق شبه بعض زي ما بيقولوا، الانديه اللي طالعه من تحت طالعه بالدرجه الثانيه كله مدعم جامد وكله مجهز نفسه جامد للدوري، فعلا دوري صعب. لكن احنا بنمتلك تيم محترم ومجموعه من اللعيبه، مجموعه محترمه وجيل من اللعيبه جيل محترم جدا، مع طبعا جهاز فني محترم بقياده الكابتن علي ماهر. صحيح. يمكن احنا اللعيبه وعدونا ان شاء الله مواصله الانتصارات المرحله اللي جايه، ده وضع مصر الطبيعي يا كابتن. ده صحيح. وسط الانديه الكبيره ده طبيعي جدا جدا جدا. يمكن السنه اللي فاتت مرينا بظروف صعبه، بس الحمد لله عدت، والحمد لله وقفنا على حيلنا زي ما بيقولوا. نعم. واستعدينا كويس جدا جدا كمجلس اداره وكتعاقدات وكجهاز فني وكلعيبه، وطبعا دعم كامل طبعا. نعم. من جماهير النادي المصري الكبيره العظيمه، وخلفنا طبعا سياده المحافظ اللي هو عادل غضبان اللي بيدعم النادي بكل قوه وبمنتهى الامانه عشان نديله حقه. طيب خليني اسالك عن اجتماع النهارده، وهسالك شويه اسئله وجاوبني بصراحه، قد نختلف او نتفق، والخلاف في الراي لا يفسد للود القضيه. هل هناك نيه لالغاء الفار، والدليل انه اتقال انه الكاس هيتلعب من غير فار، وان انتوا في اي وقت ممكن ما تلاقوش الفار في المباريات؟ قولا واحدا يا كابتن في الحته ديت، كويس ان انت فتحت الموضوع في الحته دي. نعم. لا لالغاء الفار، لا لالغاء الفار تحت اي، ممكن الانديه بالاجماع النهارده اعلنوا موقفهم بوضوح لدى اللجنه الثلاثيه في اجتماع النهارده، ان تحت اي ظروف، تحت اي ظروف مفيش الغاء للفار، تحت اي ظروف، حتى لو كملنا الموسم بنفس التقنيه ونفس الشركه اللي موجوده حاليا بالنسبه للفار. على فكره الفرقه مش الشركه مش مقصره في شيء، ليس دفاعا عنها، الاخطاء اخطاء بشريه في وضع الكاميرات، وفي يعني سواء كان المساعد او القرار اللي بيتخذه حكم الفار. يعني اعتقد يا كابتن ان التعاقد كان فيه شويه يعني نواقص كان لازم تبقى موجوده على زي ايه على خط المرمى مثلا. ما هو انا انت حضرتك ما كنتش معايا من البدايه يا استاذ محمد، خط المرمى لازم اي مباراه يتم نقلها بثمان كاميرات عشان تبقى عندك تقنيه خط المرمى، انت ما بتنقلش بثمان كاميرات، وبالتالي لم تتعاقد على هذه التقنيه يا فندم. كويس. احنا هنتكلم في حتت فنيه، لكن هو في الاخر خالص الحكم الفار او الصوره اللي توصل لحكم الفار اللي قعد الفار، انا شايف ان في كثير من الماتشات والمباريات الصوره ما بتبقاش واضحه، ودايما احنا بنبقى في خلاف. انت حتى في الاستوديو يا كابتن احمد، وانت معاك الافاضل المحللين في الاستوديو مع الحكم اللي سواء الكابتن احمد على فكره يا استاذ محمد، حتى في اوروبا اوروبا بيحصل خلاف، يعني لسه رابطه الانديه في اسبانيا معتذرين لريال مدريد، خرج من الكاس خطا واضح جدا بلمسه يد ولم تحتسب، فهذه الاخطاء وارده يعني بتحصل يعني. لكن انا بتكلم في المبدا العام يا استاذ محمد، رفضته رفض تام الغاء الفار. رفض تام يا كابتن. طيب. بالاجماع. طيب. يعني السؤال الثاني يا فندم، ليه انتوا كانديه يا استاذ محمد ما عندكوش الحماس لتشكيل رابطه في كل العالم المحترف؟ مفيش دوري من غير رابطه يا استاذ محمد، ليه؟ مين كابتن احمد؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ اللي اتقال لنا كده يا فندم اهو، الغاء لا 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 تأجيل. الكلام ده مش مظبوط يا كابتن. طب اتفضل يا فندم. صح. بص يا كابتن معلش. نعم. احنا اللي خدنا القرار بانشاء الرابطه. تمام. احنا اللي خدنا القرار بانشاء رابطه مستقله للانديه كلها، الكلام ده كله. لكن هو المشكله كلها او معاد انشاء رابطه مش اكتر من كده. ليه؟ انت عندك الرابطه يعني هيبقى دورها الاساسي، حكينا التسويق بالظبط والتنظيم. التسويق خلص،
التنظيم كل مشاكل. دول الكلمتين اللي اتقالوا يا فندم، وانا على فكره موافق، هما الاثنين وانا موافق عليهم بنسبه 100%. الانديه اللي قالت الكلام ده، انا معلش ايا كان يا فندم، والله لا لا عندي خلاف مع الانديه ولا مع المجلس، لكن عندي خلاف. لا بوضح لك، بوضح لك ليه ما حطيتوش يا فندم، ما حطيتوش ميعاد لانتخابات الرابطه؟ ده مهم جدا يا استاذ محمد. هقول لحضرتك على حاجه، احنا الموضوع رجع لمجالس الادارات الموجوده في الموضوع ده تحديدا، رجع لمجالس الادارات، وهنبعت لاتحاد الكوره من وجهه نظر الانديه ميعاد. انا من وجهه نظر، من وجهه نظر، يمكن انا اقول لك وجهه نظر ضد النصر. اتفضل. ان انا النهارده طلبت ان انشاء الرابطه يتم قبل نهايه الموسم الحالي من شهرين لشهر ونص. طيب حلو قوي. سؤال بقى، السؤال اللي قلق لي جدا، موضوع اعاده طرح الجداره الرياضيه، وانه الماتشات كانت تتلعب في كل يوم واحد بس ما عنديش عربيات كتيره للفار والكلام ده كله. ما اعرفش يا استاذ محمد، عندي احساس كده انه من السهل ان يكون هناك قرار بعدم استكمال المسابقه. بص يا كابتن، اتفضل. احنا النهارده حددنا مواعيد كمان، يعني عشان اقول لك. حلو قوي، قول لي. احنا انا ما يهمنيش الكلام اللي اتقال، انا يهمني القرار اللي طلع ايه. خد بالك يا كابتن، دي نقطة مهمة جدا انت بتتكلم فيها، انا ما يهمش احنا النقاش، انت ممكن تقول رأيك، ممكن انا اقول رأيي، ممكن النادي الاسماعيلي يقول رأيي، ممكن النادي الاتحاد يتكلم، ممكن النادي الاهلي يقول رأيي، دي ما فيش فيها مشكلة خالص، وانت فاهم الكلام ده كويس جدا. نعم. وانت عندك الخبرة اللي تكفي في الموضوع ده اللي انت تفهمني كويس. نعم. الموضوع كله وباختصار وبوضوح، ان تحدد ميعاد اقصاها 30/9 لانهاء المسابقه. تمام. 30/9. تمام. وممكن وبناء على الميعاد ده، خد بالك يا كابتن. نعم. وبناء على الميعاد ده هيتحدد حاجات كتير جدا جدا. زي ايه يا فندم؟ سواء بدايه الموسم الجديد اللي احنا اتكلمنا عليه وشروطه والكلام ده كله، وممكن احنا يعني احنا لما انت بتقول الغاء الفار، ناس اتكلموا لو تم الغاء الفار الموسم هيخلص في 7، صح كده؟ وصل لحضرتك. الكلام ده كله اترفض يا كابتن. غير صحيح يا فندم، هو ينفع تلعب 9 ماتشات في يوم واحد يا استاذ محمد؟ مستحيل طبعا. ويمكن انا بفار او من غير فار يا فندم طبعا. يمكن انا تحديدا اتكلمت في النقطه دي. اولا الشركه الراعيه ترفض الكلام ده. صح كده ولا لا؟ يا فندم مش الشركه الراعيه، انت هتيجي تصوت لي كنادي مصري تقول لي ماتش ما بيتذاعش، ونادي الاسماعيلي هيقول لي ماتش ما بيتذاعش، ونادي الاتحاد هيقول لي ماتش ما بيتذاعش، ونادي المحل هيقول لي ماتش ما بيتذاعش. انا بكلمك تسويقيا يا كابتن. ما انا بقول لك يعني انا هلعب ماتش الساعه 3 الصبح، ما انت حضرتك هتبدا ماتشات ايه يعني؟ ما اقدرش العب في شهر 8 الساعه 3 يا كابتن. مظبوط. الدوري لازم يتلعب. ما انا النهارده اقدر ما ازعش يا فندم. سيبك من انديه الشركات، دول وحشين، لكن انا لما اجي اتكلم على محله وعلى اسماعيلي وعلى اتحاد وعلى مصري وعلى اهلي وعلى زمالك وعلى مقصه وعلى اسوان، 8 انديه شعبيه هي يا فندم. يا سيدي انا شلت لك 10 انديه اهو، وكلهم شعبيين على فكره، لكن انا بشيلهم يا فندم. كلامك مظبوط وما فيهوش خلاف، خلي بالك. كلامك مظبوط وما فيهوش خلاف من قبل الانديه. نعم. وبمنتهى الامانه، يعني انا بقول لك بمنتهى الامانه، الدوري على 3 ايام طبعا، عشان طبعا انت عارف حضرتك كويس جدا، عشان موضوع الفار. نعم. ومن غير الفار يا استاذ محمد، انا متاسف والله بقطعك كتير غصب عني، مش طبيعتي والله، لكن انا بسالك، انت بقالك قد ايه في مجلس اداره النادي المصري؟ لا انا من 2012. من 2012 عمرك شفت دوري بيتلعب غير على 3 ايام من قبل ما يوصل لنا الفار ده؟ من قبل ما يخترعوا الفار ده؟ انا اسف للمقاطعه الزياده، اتفضل يا فندم. عشان طبعا عشان المشاهده الكامله لكل الانديه. نعم. وبالذات الانديه الجماهيريه زي ما انت بتقول كده، المصري. نعم. الاسماعيلي، الاتحاد، الاهلي، الزمالك. كل الكلام ده، اسوان طبعا مش عايز انسى كل الكلام ده. لكن انا عاوز اقول لك ان القرار في النهايه ان الفار مستمر، الدوري على 3 ايام اسبوعيا. اسبوعيا على 3 ايام الدوري ينتهي 30/9، دي كلام ما فيهوش صاد زي ما بيقولوا يعني كده. طيب والدوري الجديد امتى يا استاذ محمد؟ في نوفمبر. في نوفمبر، 1 نوفمبر. طيب وافقتوا ليه؟ انا بسالك بقى على الخمس لاعبين اجانب، يعني مثلا انت فيهم حارس المرمى، انا شايف عندك مثلا احمد مسعود منور، بسم الله ما شاء الله، وبيأدي بشكل كويس، وانت من اكتر الانديه اللي استعانت في الماضي بحراس اجانب. بسال حضرتك وجاوبني. اولا حته خمس لاعبين هي ما فيش فيها جديد، هي اصلا موجوده خمس لاعبين. نعم. لكن القصه كانت اربعه ولاعب من شمال افريقيا. تمام يا فندم. كابتن احمد. تمام. كل القصه اللي احنا سيبناها مفتوحه، خمس لعيبه
مفتوحه، ما فيش حاجه اسمها شمال افريقيا وفلسطين وسوريا يعني التصنيف ده خلص. تصنيف خلص التصنيف ده، انا اعتقد ان نعم. انا من وجهه نظري اللي هو مش مظبوط، وانا كنت موافق انا كنادي يعني. نعم كنت ما انا بسالك وافقته ليه، سؤالي كان وافقته ليه؟ وافقت عشان هي ملهاش لازمه. طيب الخمسه يبقوا في الملعب كتير يا استاذ محمد؟ هو اصلا موجود خمسه يا كابتن. ايوه الخمسه دلوقتي انتوا وافقتوا انه الخمسه يبداوا الماتش، كان اظن اربعه. لا 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 ما اتكلمناش في، لا 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 ما اتكلمنا الحته دي تحديدا. انت كويس اللي انت لفتت النظر ليها. لازم لا يا فندم في القرارات ان الخمسه يبداوا الماتش كتير. لا صدقني كتير. الخمسه يبقوا تأييد خمسه بالنسبه لكل نادي، تأييد خمس لعيبه مفتوحه. حته اصلا حارس المرمى انا شايف فضلك من وجهه نظرك يا كابتن احمد. نعم. انا شايف ان موضوع تأييد حواس المرمى والكلام ده مش موجوده في 90% من دوريات العالم كله، ان حتى في السعوديه كانت موجوده لغوها كابتن احمد. لا السعوديه لغوها من سنتين لاسباب معينه، لكن كل الدول العربيه دون استثناء باستثناء السعوديه، تونس، المغرب، الجزائر، كلها يعني انا بكلمك على الدوريات القويه، دوريات الخليج باستثناء الدوري السعودي كلها حتى هذه اللحظه ما فيهاش حراس اجانب عشان يعلو بمستوى الحارس ويعطوا فرص لحراس. اعتقد يا كابتن احمد ان على مستوى المنتخب الاول لمصر الحمد لله الموضوع مطمئن جدا بالنسبه لحراسه المرمى. على مستوى المنتخب الاولمبي الحمد لله يعني الدنيا كويسه جدا جدا جدا، وعندنا كوادر محترمه جدا في الحته دي تحديدا، وانت طبعا يعني استاذنا في الحته دي وتقدر انت اكتر تتكلم فيها عني، موجود اسماء كويسه جدا ومحترمه. انا من وجهه نظري ان هي مش هتاثر. لا لكن لا ما هو انت حضرتك القرار ده يعني انبي ادى الفرصه لولد محمود جاد كسر الدنيا بقى صغير وانا فرحان جدا بيه. الاتحاد خد محمد صبحي كسر الدنيا بسم الله ما شاء الله. انت اديك فرصه لاحمد مسعود بقى كابتن الفريق، فالدنيا ده وجهه نظري. انا اديك مثال. عمر رضوان مثلا في اسوان. انا اديك عندي مثال في النادي المصري. نعم. انا عندي احمد مسعود وعندي دعدور وعندي عصام ثروت. وعندي الناشئ محمد شحاته. ده لاعب الاهلي السنه اللي فاتت، ولد جميل. جدا 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 الحمد لله. انا مش محتاج حواس مرمى يعني ما فيش مشكله، بالعكس انا عندي ثلاث حواس مرمى اساسيين كبار جدا، اي حد فيهم ممكن تلاقيه في الملعب. اي حد في الثلاثه وحضرتك عارف كده كويس جدا ان تلاقيهم في الملعب، سواء مسعود سواء معدوم سواء الحمد لله كان عنده مشكله السنه اللي فاتت وحلتها السنه دي. بالظبط انا اتعاقدت مع اثنين حراس مرمى، جبت دعدور وجبت ثروت والاثنين حراس جيدين، لكن لو كان القرار ده موجود كنت اتعاقدت مع اجنبي، لكن دلوقتي بتقدر تجيب حارس جيد من مصر وبندي فرص. والله انا بتناقش معاك بس يا استاذ محمد. انا والله للصالح العام. انا بستمتع والله يا كابتن حبيبي، ربنا يخليك. بستمتع معاك يا حبيبي، ربنا يخليك معاك والله. سؤال بس اخير، سؤال اخير بقى، بيتم اللقاء ازاي بينك وبين النهارده مثلا استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي في الاجتماع؟ يعني انت ممكن تسال حتى. لا ما انا عارف من غير ما اسال، عارف بس انا عايز الناس تعرف. لا العلاقه بين كان طبعا الاستاذ صديق شخصي ليا طبعا. نعم. بعيد عن موقع انا في الدوري المصري وموقعه في النادي الاهلي. العلاقه بين النادي المصري والنادي الاهلي النهارده في الاجتماع يعني زي ما بيقولوا كده يعني يسودها الاخوه والحب والاحترام قبل كل شيء. وممكن عندك يعني كل الانديه اللي كانت موجوده النهارده، وممكن النهارده كان يعني زي ما بيقولوا كده يعني عندك ناكل في بعض شويه كابتن. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري. ده حوار.